السلام عليكم، معكم صفيان من قناة أنا وهاتفي. اليوم سنقوم بتخطي حساب جوجل لهاتف جراند برايم بليس، باش ما نطولش لكم المقدمة، أو جيدو برايم. هما نفس الهاتف، نفس الفلاشة، نفس كل شيء. نضغط على ديماري، نقوم بتدخيل الواي فاي ونحيدو كارت سيم نحيدوها من الهاتف وندخلو الواي فاي. نكونكتو الواي فاي، غادي نهبطو لآخر شيء أجوتي غيزو، غادي ندير شي تخربيقة. غنقم نضغط عليها بحال هكا، نيا ندير دو تكست هكداك. اشنو طلعت ليا ديال كما شفتو، طلعوا ليا ثلاثة الاختيارات. كنضغط على الاختيار الثالث، كيدخلني لجوجل. شي غادي ندير نو ميرسي، غادي نروشيرشي على كروم، ولا ندير كروم، ماشي مشكل. غادي نقلب على في ان روم او شون روم هكذا. ودخلنا هنايا، صافي كما كتشوفوا معايا، يعني تمت العمليه بنجاح. انا اش من اندرويد عندي على الهاتف ديالي، عندي اندرويد 6. غادي نكليكي على الابليكاسيون تيليشارجا، هي عطاتني تيليشارجين. نتي نعاود نكليكي هنا، كما قلت لكم اندرويد 6. كليكي على اندرويد 6، ها هي طلعت هنايا. هي قال لي تيليشارجي، عندي لي تيليشارجي، بدا كي تيليشارجا. ندير اوبغي كيما شفتو، ها هو. ندير بارامتر ناكتيفي هادي، اوكي. ندير انستالي، ندير اوكي. غادي نرجع نتيليشارجي اف ار بي باي باس، ها هي. وندير ليها اوكي، تا هي. وندير اوفري اف ار بي باي باس بارامتر، نفس العملية، اوكي. انصلا ندير اوفغيغ، صافي. من بعد ما طلع ليا هاد الطابلو، غادي نورك على ثلاثة النقاط هنايا. ندير اوكي، صافي. من بعد ما غطلع ليا هاد الخانة، الا كان عندي جيميل ديالي وعقل لي على الموت باس وداكشي، غادي ندخلو عادي. هاو شي، غادي ندخل عادي جيميل، صافي. غادي يتقبل، غندخل الاولى الايميل سويفو موت باس، صافي. غادي يدوز، غادي نرجع ندير روديماري للتليفون ونخدم، صافي. غيخدم بخير. ما كانش عندي، غادي ندير كونت، كري كونت، يعني غادي نصاوب كونت. انا نصاوب كونت ونكمل معاه. من بعد ما صاوبت كونت، كندير سويفو، صافي. خرجني، يعني دابا تصاوب ليا كونت جيميل. اشنو غندير؟ غادي نرجع. رجعت لنقطة الصفر كما كتشوف معايا في الفيديو، وكندير ديماري سويفو
ما فونت اكسبتي. كيقلب كيقول لك نقلبوا على الكونت، داك الكونت او كيقول لي راه ديجا كاين كونت وكندير سواب. يعني هذاك الكونت اللي صوبناه باش غادي تقوم بتخطي الحساب، ده تقوم تخطي الحساب كيدوز بداك الكونت اللي دخلنا صورنا. صافي بدل ما كندير باس مونتونو كنحيد العلامة كنخويها كندير لولا. صافي كما شفتو ها هو الهاتف فتح معايا، يعني ايا اف ار بي باي باس يعني تحل الهاتف. ما تنساوش الاشتراك في القناة، تشتركوا اللي كان اللي كان واصل دائما. ايا جراند برايم بليس، ما تنساوش الاشتراك في القناة وضغط على زر لايك اللي عجبكم الفيديو وتفعيل الجرس. شكرا، كان معكم سفيان من قناة أنا وهاتفي.